أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أحسن صوتي بالقرآن لأجل قوله تغنوا بالقرآن وحسنوا أصواتكم بالقرآن. هذا طيب، إذا كان قصدك التقرب إلى الله فهذا طيب، أما إذا كان قصدك مدح الناس هذا سمعة ما يجوز. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا كانت نيتي في إظهار نعمة الله على العبد، إذا كانت نيتي هي إظهار نعمة الله على العبد وما تفضل الله به علي من خيرات، هل يكون ذلك من الرياء؟ لا، إن الله يحب إذا أنعم نعمة على عبده أن يرى أثرها عليه، لا بأس بذلك. نعم.